في مفجرات 9 ما تفجرت دي كلها قنابل هذي شايفينها دي قنابل 9 مع سخان فنان حتحتاج ارجوكم الناس تطلع بعد الامور تهدى شويه بعد ذاك نعيد لكم ان شاء الله ان شاء الله الله اكبر دير الكوابتن هنا وين ميتين دير الكوابتن هنا الحديد ما حديث شيء نور يا عبد الله الله اكبر اليوم امسك عبد الله امسك عمك في حاجه تشغل جوين في حاجه تشغل يا جون هوي نور الله نور هنا ده هنا ده الكابتن ده الكابتن ده ده الكابتن اليوم ده لك البقيه يوم. البراميل باقي الطقم كله الله اكبر الله اكبر الله اكبر قدم الشعب الله اكبر القوه بالفضل فضل ربنا سبحانه وتعالى الله اكبر يا عم الاثنين بس اكثر يا عم الله اكبر الله اكبر الساعه 4 صباحا ما شاء الله الله اكبر تم هجوم على المواطنين العزل الله اكبر في مناطق القرى للنازحين واللاجئين الله اكبر ويا ريت قال تم علينا على قوتنا ما شاء الله تابعنا على الشعب على المواطن الله اكبر تم قتلهم ومسحهم من الارض باذن الله الله اكبر ربنا يكب لهم كيد وفلان يلا يا عمك اروح 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 ابو النزل احمد 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 في مفجرات 9 ما تفجرت دي كلها قنابل هذي شايفينها دي قنابل 9 مع سخان فنان حتحتاج ارجوكم الناس تطلع بعد الامور تهدى شويه بعد ذاك نعيد لكم ان شاء الله ان شاء الله الله اكبر دير الكوابتن هنا وين ميتين دير الكوابتن هنا الحديد 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 ما حديث شيء نور يا عبد الله الله اكبر اليوم امسك عبد الله امسك عمك في حاجه تشغل جوين في حاجه تشغل يا جون هوي نور الله نور هنا ده هنا ده الكابتن ده الكابتن ده ده الكابتن اليوم ده لك البقيه يوم. البراميل باقي الطقم كله الله اكبر الله اكبر الله اكبر قدم الشعب الله اكبر القوه بالفضل فضل ربنا سبحانه وتعالى الله اكبر يا عم الاثنين بس اكثر يا عم الله اكبر الله اكبر الساعه 4 صباحا ما شاء الله الله اكبر تم هجوم على المواطنين العزل الله اكبر في مناطق القرى للنازحين واللاجئين الله اكبر ويا ريت قال تم علينا على قوتنا ما شاء الله تابعنا على الشعب على المواطن الله اكبر تم قتلهم ومسحهم من الارض باذن الله الله اكبر ربنا يكب لهم كيد وفلان يلا يا عمك اروح 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 ابو النزل احمد 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 حفصل A cargo plane with Russians on board has been shot down in Sudan, Russian media reported on Monday. Sudanese militants, previously pro-government paramilitary organization Rapid Reaction Forces, has claimed responsibility for the downing of the plane. One of the killed persons has been identified as Viktor Granov, the chief engineer of Airline Transport Incorporation, Russian media reported. There were several other colleagues with Granov on the plane. Russian embassy in Sudan has stated that they were in contact with local authorities and were finding out all the details of the incident. Ukrainian media has claimed that IL-76 was carrying weapons from the UAE to separatists in Sudan.
Footage from the crash site of the IL-76 cargo plane, which crashed this morning in Sudan, has been circulated in media. Earlier, Russian media and bloggers wrote documents of two Russian citizens were found in crash site. According to media reports, the plane was chartered by the UAE and based at Manas International Airport in Kyrgyzstan's capital Bishkek. According to initial media estimates, the plane was delivering aid from the UAE to Chad, but was shot down by friendly fire. It is not yet known exactly how many people were on board of the plane that was downed in Darfur, where military operations are taking place. برهان معانا ما بساوي يا شايف زدقوا أركم من النبي زايلة خربانة الردة الجديدة وصلت تج بالليل نجقمك تج نهار نجقمك ما في لك طريقة برهان خلاص تاني خلاص دارفور تحرم عليك الشمال عصية الشمال عصية تفتح طيارة في زول داير زبير الله أكبر والله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر دي كرامة كيكة يا جماعة دي الكرامة لكيكة يا جماعة إكرام كيكة الله أكبر والله الحمد وزاد ما فز من الطيران اخاف من الطيران لكن ده الطيران اللي خفت منها كيكه اللي انا انتهينا من الراجع الناس قالوا مفترقين كيكه تسلم بقوه كيكه كيكه ده العكسي كيكه ده اخاف خوف بس يا كيكه ابي كيكه كيف عليك على الطيران ده دوله ذات دوله بذات نفسها ها من محل الاشاش ده كل غايه نهايتها ماشي كيلو كامل دي الطيران البشتنا هنا في دارفور وفي الجزيرة وفي البلاد المتحررة لكل المواطنين لما جانا نحن اهو وريناهم البيان بالعمل والله البيان بالعمل هاي جبان يا اهو دي بتاخده هاي دي بتاخده هاي البيان بالعمل بارك الله فيكم وديكم العافية وقول لكم لقدام وبشر بخير ان شاء الله الأشاوي مدام شقالين هاي أرقدوا قفا ركضوا قفا الناس القائد ودى لهم الوصيه شوفوا اخوانكم بيشتغلوا بيسووا شنو ما نايمين نهايه شقالين هاي امنع النوم وبلغ وحدتك بلغ وحدتك القضيه اطعم الجاهزيه هاي اطعم الجاهزيه ما تنوم ساكت يا زول ما تنوم ساكت هاي شوف الناس ديل اللي بقولوا ليل لا نهار هاي محور المالحه المحور الشمالي هاي شغل نظيف شغل نوعي هاي ده هو البيان بالعمل البيان بالعمل ها انت شفته ها مولع والله العظيم ناس ذي البيوت ما عارف جايين منين من الجزائر من مصر من تركيا ما معروفين لكن خلاص انقطع فوق